نذكروا فريد يقول المثل، وهذه المره من مدينه مراكش غنسولوا الناس ديال مراكش على واحد المثل اللي كيقول لي بيتي الا بغيت تعرفوا النص الاخر يلا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شريف غنعطيك نص مثال مراكش وتكمل لي النص الاخر. لي بيتي بيتو. اش بغيتي تفاد 2022؟ بيت السلامه والعافيه والصحه والسلامه. وشي حاجه بغيتي تحققها لك انت ولا لوليداتك؟ ايوا الله يجيبه الصحه والسلامه هي الامنيه ديالنا بكل تواضع ان شاء الله. يا تحياتي. الله يحفظك. نعطيك واحد نص مثال مراكشي وتكمل لي النص الاخر. لي بيتي بويتو. اش بغيتي انت فهاد 2022؟ بغينا نعيش السلامه، بغينا سيدي ربي يحيد لنا هذا الوباء هذا بكل تواضع. بكل تواضع. وتعاود جميت تدخل السياحه جميتو. والاميه ديالك شنو هي فهاد 2022؟ بحال السؤال. الاميه شي حاجه كتحلم بها؟ اميه ماشي دريه، شي حاجه كتحلم بها بغات تحققها. نتمنى سميتو نحقق سميتو الفوز ديالي، ونتمنى الله يسهل لنا في هذا الميدان هذا، وهذا الميدان معيشين به والدينا وعايشين من هذه الساحه، والله ينصر عليكم. لي بيتي بيتو. اشنو بغيتي انت في 2022؟ بغيتي راحة البال. شي حاجه بغيتي تحققيها؟ يرفع علينا هذا الوباء. صافي هو اللي باغا. الحمد لله بكل تواضع. كل واحد. وانت اش باغي؟ شي اللي قالت المدام يهزلنا هذا الوباء. قالت المراه هي اللي كاينه. هي اللي كاينه. تحياتي. بصح المراه. لي بيتي بيتو. اشنو بغيتي انت في 2022؟ شي حاجه كتمناها؟ سلامه طول عمره ولوليداته، وبنا ان شاء الله يكون هذا كورونا تمشي بحالها ويكون ظاهرين، ودخل علينا العام بالربح والتيسير والاخوه وجميع المغاربه. بكل تواضع. بكل تواضع في الخارج والداخل. بكل تواضع في الخارج والداخل. الجاليه المغربيه. تحياتي. مرحبا. هما المغاربه الحرام. مساكن ما يدوزو عار. ما يدوزو عار. تحياتي. لي بيتي بغيتو. اشنو بغيتي انت في 2022؟ 2022 الله يدخلها بالصحه والسلامه وبزايد رزق وبطويله العمر للمغاربه من طنجه للقويره. امين. تحيه نضاليه وتحياتي لجلاله الملك، الله يطول له العمر والله يخليه لنا. تحيه للعائله الملكيه والله يحيد عنا هذا الوباء، والحمد لله الله يدخلها بزايد الرزق علينا وعلى العباد وعلى المغاربه من طنجه للقويره للقرقارات. والتحيه. آمين. والتحيه لسيدنا، تحيه لجلاله الملك، بنا ليه طويله العمر والشفاء عاجلا، والعائله الملكيه والخوتنا المغاربه كاملين من طنجه للقويره. خصنا نديروا التلقيح باش نخرجوا من هذا الوباء. دير اللقاح باش تعيش مرتاح. نديروا اللقاح باش نخرجوا من هذا الوباء. اللقاح راه مزيان لينا، راه واحد الوقيته غادي يبغيها الراجل بالف درهم هذيك نتاعها وما غاديش يلقاه. بكل تواضع. بكل التواضع. الا ما ملقحش ما خصك تدخل لشي اداره، شي محكمه، شي اوتيل، ما تجيبك الوقت راه ما تدخلش. ولا ضربتي المفتاح الثالثه والرابعه. انا ضربت الثالثه. الله الله. انا ضربت الثالثه وقلت لهم واش باقى الرابعه. باقى الرابعة. إلا باقى الرابعة نضربها، باقى الخامسة نضربها. باغي تكمل الشرع حتى. أربعة. اللي كاين داروا أربعة نضربوا، أربعة داروا ثلاثة نضربوا ثلاثة، داروا خمسة نضربوا ثلاثة. والتحية. داروا خمسة تضرب ثلاثة. إلا داروا خمسة نضربوا خمسة تنفات. تحية. أنا ضارب جوج وضارب الثالثة الحمد لله، وقلت لهم لا باقى الرابعة نضربوها. ضربتي جوج ما تشديتيش؟ لا الحمد لله ضربت جوج مفتاح وضربت الثالثة. ما فرحتيش شي واحد. ضربت الثالثة وليت بخير وعلى خير، والله إلا نعمة شاملة. وليتي أنفور. والله إلا بخير وعلى خير. والتحية لوزارة الصحة. والتحية لجلالة الملك والعائلة الملكية، والتحية لكم انتم ساحة جامع بنا عماكم العلوي مول العصير موقع الكتبية. تحياتي.